ويتوقف القتال ونتحرك نحو عمل سياسي لاستعادة سيناء. تحقق الخطة. تحقق. نعم. بمعنى لم يكن في أضغاص أحلامه أنه في ضربة واحدة هياخد سيناء، أخذ في الاعتبار أن إسرائيل كان لديها في هذه اللحظة في وقتها مكون عسكري نووي، قدرة عسكرية نووية طبعا، وانا رايح وعارف عنده سلاح نووي، بجراءة شديدة بجراءة شديدة من الجيش والقيادة انه هيهات لو عرف يستخدمها، لانه لا يجرؤ انه يستخدمها. ايه اللي يمنعه؟ اللي يمنعه هو التوازن الدولي في وقتها، اللي هو حسوفيت الولايات المتحدة، اللي هو اسرائيل حتى اليوم حاليا في كتابات على كتابات لدى الاسرائيليين يقولوا ايه حكاية المكون النووي اللي احنا عملناه وانفقنا عليه وشغلناه وحطيناه تحت السجادة ونمنا عليه وخلاص ونسيناه، لانه لا تهديد عسكري لهم. اللي انا عاوز اقوله انه حقق الهدف، انه ضرب الجيش الاسرائيلي ضربا مبرحا، توقف القتال، تحرك في عملية سياسية في نهايتها صحيح تأخرت، وتأخرت لأسباب أنا عارفها في دماغي. بعض قبل ما نروح بعض قال إنه مصر ما انتصرتش في أكتوبر، بعض الأطراف الإسرائيلية بتقول الكلام ده، إنه لم نحقق الانتصار المطلوب في أكتوبر. يعني هو الانتصار الدولة ترجمته هي هل حققت الدولة المحاربة أهدافها السياسية من الحرب أم لا؟ نعم. الحرب هي امتداد للسياسة بوسائل أخرى. نعم. بالتأكيد الأرض المصرية خالية، الجولان ما زالت محتلة، الأرض المصرية خالية من أي تواجد إسرائيلي، الإنسان المصري يتحرك على أرضه بكاملها. يعني أثناء المفاوضات مع إسرائيل، والكتاب بيحكي أنه كانوا بيتمسكوا بوجود مستوطنين على الأرض المصرية خاضعين للقانون الإسرائيلي، هيهات أنه يبقى داخل أرض مصر قواعد جوية إسرائيلية عسكرية محمية من الإمكانيات العسكرية للجيش الإسرائيلي، وتحت اتصال بإسرائيل بطرق تحميها إسرائيل. ده كان بيتكلموا في بدايات المفاوضات هذا الكلام. فقال لهم الجيش المصري ورايا وموجود، تحبوا نجرب تجربوا نجرب تاني ولا ايه؟